وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أكد أنه تم مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولابد من أن يتوافق عدد النواب مع زيادة السكانية. موضوعات مهمة من موضوعات المحور السياسي وهي تفصيلية. طبعا كان في نقاش داير حوالين عدد النواب في سواء المجلس الشيوخ او في البرلمان. طبعا ده مرتبط بالزيادة السكانية اللي حصلت في مصر والمدن الجديدة، فكان في فلسفتين او رؤيتين، ورؤية بتقول نبقي على الاعداد زي ما هي وممكن نقللها كمان لبرلمان اكثر فعالية، ولا احنا بالنسبة لنا مع زيادة عدد السكان والمدن الجديدة محتاجين نزود. احنا كنا مع الرأي ان احنا ممكن نزود بس زيادة ما تبقاش كبيرة عشان تسهل، لان في ارتباط ما بين عدد النواب والنظام الانتخابي اللي هو يتبع ليه، فعشان احنا بالنسبه لنا يكون معانا حريه في اختيار نظام انتخابي مناسب. هو احنا شايفين الزياده مثلا توصل ل 600 غير النواب اللي بيعينهم سياده الرئيس في البرلمان. النقطه الثانيه عمليه التفرغ، احنا بالنسبه لنا عندنا استحقاق دستوري دستور 2014 فيما يتعلق ان تفرغ التام لنواب البرلمان سواء البرلمان او الشيوخ. زي ما حضرتك عارفه ان هو طبعا ان هو اللي الدور اللي بيأديه نائب البرلمان او نائب الشيوخ ده دور مهم جدا، سواء لان هو عنده دور بالنسبه له بيقوم بالتشريع، سواء كان عنده دور رقابي على المؤسسات والحكومه عموما، او سواء كان عنده دور فيما يتعلق بنقل نبض الشارع فيما يتعلق بالخدمات اللي بتقدم في المحليات. فهو بالنسبه له احنا شفنا من الحوار الوطني وتعقيد الامور وتعقيد النقاشات، يعني عشان نناقش قانون واحد في التعليم لجنه ومئات المتحدثين عشان احنا نوصل لصياغه قانون او لمسوده قانون نوصل له. فنائب البرلمان مطلوب منه انه يكون فاهم الكلام ده، مطلوب يكون عنده مساعدين، مطلوب منه عنده يكون ثينك تانك، مش هيقدر يؤدي هذه المهام وهو مشغول بشغله الخاص او بشغله في الوظيفه.